يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. شيخ مصطفى. طبعا شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون. شيخ مصطفى ما حد كجعلاته. والله ترى شيخ مصطفى علوم هذا كله أنا ويقدمي. وليه برنامج هذا وحنا نقول يرجع لي يا إن أنا قاعد يا ضوا معنا يا مصطفى أو إم تي كسر هذا برنامج القرآن كأن علوم هذا النقار سومالي لقى دوبه قاعد يا دونو سود يرجع لي يا أنا وحنا علوم هذا إن تاجر اسم برنامج كم مصطفى وضو تبع حلي هاي. كدي بركي وصعد ما ذي أنبأ وصعد بجبوبي كلانكو وحان الله لنايد دتكي كسر قيد قادتي مناسبة داسي أو أنا ودي دونو بل وح أي مانت هالكني كفايديستن لبضع عشاء كلانكري سعودي إن كسر دو تي في عالم جاي إم إم تي في أضم مجا عاجو كبلابيا محاد كفايدي كلانكري مجا عاجو هذي موسى وحن كفايدي إنه نلش إنه قرآن كي نقضى نلش يعني قرآن كي نكتير سنة ذا سلابانين النقنا ده تيل وحش قسته وحيسو ساتنا عنا حندلنا يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين تسدحنا رحلة ده بلا متي رحلة ده سواح كبلا متي اقرأ وحن كل بعنده تا اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يوم راحش القرآن كسامري واحد كم ذا إنه داس اللي جوسو دقين تري لوحي اللي جوسو قرو تري هيرر كيم كعارنا حكم ده نمدرس ذي على ناي أن كلاس كود دقنا أن درس النوس مي أنا جوسي قال تري القرآن كده ما ناي إن هذا الذي علمه هل كان أي كيو دهدين هذا الكي كوجو سامي تبدنا كيبوها ما راحش القرآن كسام مراي طبعا شيخ مصطفى حاج اسماعيل هارون وكان لي اسمها ودن كان انه كنا لنا هي يا بربر كي كدعي يا ولي بك سو كبشدا صدن كسنادود اي ما ركتي ان سيدي لربي لوغ سو كبنين عقبدي دعي ان هل كدغيدي شيخ مصطفى استعمالي ما حسستا هل كدغ او استعمالي او اد كعلين كرتو ان مركن اسكو داي واخ كميد هي صدن سنادود او مخي هني ان هورمر لا تابن كرو ان لغو غادين وانا وقت بدن واخ بدل سمين لها ان هل كدغا شيخ مصطفى او كدواجي ستيبو كول موقدي مركا درغتو جويغا سومالي لان مدام اتا هي ان دليرا ان والله واخ حقيقه دبا ويانو قراد ولو دد بدن اني هادلكاسي كي هلي دونين لكن واخ حقيقه قف كاستو او واخ بارتي او سي اكاديميغو فكري واركيو أنا أقول هذا أفضل دليل هذا وحبرتها وده كان وصل كبع عصا كنت يحاولن كراه وبرنامج آدي آدو قالية وأنا هفكر دليل هذا إنه إلا سو كردين دليل هذا كله إيه وحويان أنا وحيابها أنا كلا نهيسن وحن كل يرجلنا يجون إني أفكاره إيه آراء الله ما دان سي أنا وده كي نروح رمرنا وي وده كي نحل هذا إيه وده نذين إيه قارد دينه بقارد استحاد بلا هذا يعني سي أنا نروح مركي إنه وكبعنا أنا علم ذي إنه وده إنه أقويه إنه وده إنه ضوضها أو كلا نصمينه وده كي إنه حيافر بدون ببين إنه كهر إنه كبدلنا إن شاء الله دليل هذا إن هل كدقي ذي هل كان علمه دمانت كأخريسي؟ ما ترى هل كدق أذى سجونية بعد السوء كوها أو أد حسوسته؟ ها أديات مركي لقاه اللي قرآن كشيخ محمد هذا نو كلامك قرآن كهل اللي ما راح يشي قرآن كلا صوم مري داس دي لقو فريسنا يي إن يعني يي مك عصر جنا نشوجنا أو تري تكمل كشك وجوه ريو علمه ذي لقاه دوبا يو ولي برنامج أدو حنقول ديرجل لي يا إن أنا قو أدي أدو أمانة يا إن مصطفى أو إم تي كسر هذا برنامج القرآن كأن علمه ذي النقار سومالي لقى دوبه أدي أدو نو سو ديرجل لي يا أنا وحنا علمه ذا إن تاجر اسم برنامج كم مصطفى وضو أنا ما قاعد أيوه حلا ذا أنا مش عايز محمود إن هل كان ما أنت محد كفايدي ستي والله طلب الشباب وأن شوقي تو وحياة بدل ما كفايدي ستي وقت هنا مدافين هل شيخنا أري مدافين وي وحياليها أدقي ستي واحد حاسوستها مجرى والله ده حبيه حصته يعني قاعد من في عين قاعد نوار حصته يعني الشيخ هذا ما كان هل كوري يستي والله الشيخ مصطفى كله يعني هو الشيخ أنا قاعد وش علي مركز تدق يستو ده والله واحد بدن أي نقص كورنا علمه ده الشيخ مصطفى ما حد كوش علاته والله ترى الشيخ مصطفى علمه ده كله أنا ويجي دمي سيجاروني يجي دمي أو مركز ترى الشيخ مركز تدق يستو سجى حتى وحب هذا السجى أيام كورتها الشيخ مصطفى شيخ مصطفى ما حد كجعلاته والشيخ انا صبرتي مركا شيخ مصطفى ادي يد بوتش عشاي ها بهاك وها هدا قرب كيجا تاجن قدوميها بركولانكا ابن خلدون او يسوقوا ها بركولانكي سو اجاسيمي غوبتن قروح ذا بدل يلا بدا عشاء اي سور فديين علي مدى يد دوينها غير هرجيسان يدو اي تيران ديو كلا يقولوا قبل هذا كي مدي او مناسبه دا كسو قيب قاتي بل هذا وحا ان وربحين ير او كوبا ويدين دونا قدوميها بركولانكا ابن خلدون ان قدومي سودو مركا وغوريسا تلفيشك عالميقا اي ام ام تي في كسودو ما ستورا وكدوي جزاكم الله خير حتى كيرا شيك هيو مؤتمر كايو قاب كودعي
كل مؤتمر كولاد سعوتين وحسوق مقابي ولا الله ابن خلدون مؤتمر كو وحو دعي بيشا أغسطس بيش أغسطس بدعي أفر تيدي لا شن تيدي وحكي سوق بقلي بدن علم هذا وطن سومالي لان دمانتود بدن كودي مؤتمر كو وحو وقيب سما دور قيمت بو أيو وقيب سنا وحكي مدى محاضرات كبحي مؤتمر كا وحكي مدى كولاد دوضو يونا دح سعودي مؤتمر كا ويقوي هانو وطن كمدى أي كسوق بقلين وحكي لو كمدى ندوو أي علم هذا وطن كورداني أي سوقي مادين waxa kale oo ku dhex jiray jawaais lagu dhex bixinayay muqtamarka dhexdiisa oo la siinayay dad ka mid ah bulshada oo hawlo fiican u haya bulshada waxa kale oo ku jiray dhextaalo iyo nishiidooyin iyo hawlo kale dhamaan bulshooyinka ka soo qayb gashay muqtamarka aad baan ugu mahadcelinayna waxa si khaas ah u mahadcelinayna dhamaan culimada ka soo qayb gashay khaasatan sheekh Almis Haaji Yahye oo isagu garabka ugu weyn ee ka qayb qaatay kamid ah barnaamijka oo dhalinyarta barnaamij soo qabsay Ibn Khaldun oo ah hoggaamiyaha ruuxiga waxaan kaloo mahadcelinayaa dhamaan culimada kale ka soo qayb gashay barnaamijka waxaan u mahadcelinayaa kale dhamaan dhalinyartii kale shaqaynaysay barnaamijka kuwi protokolka iyo kuwi kalaba waxaan leeyahay jazaakumullaah khayr waxaan halkan iyagana aad iyo aad uga mahadcelinayaa TV-ga MMTV oo isna door aad u weyn ka qaatay muqtamarka oo intuu socday live-kii la sii deynay barnaamijyada la duubay dhamaan wixii socday oo ka qayb qaatay waxaan leeyahay aad iyo aad ba mahadsantiin jazaakumullaah khayr